قصدت الفيروسات على مدى آلاف السنين أرواح الملايين حول العالم، بداية من الإنفلونزا الإسبانية والحصبة ووصولاً للجدري وكورونا. وبالرغم من ذلك، أكد علماء الفيروسات أنه في حال اختفاء الفيروسات من العالم لن تدوم الحياة على وجه الأرض أكثر من يوم ونصف. وأشار العلماء أن الفيروسات تلعب دوراً محورياً في النظام البيئي والحفاظ على صحة الكائنات الحية من نباتات وحشرات وحيوانات وبشر وفطريات أيضاً. وأكد العلماء أن البشر يبرزون الجانب السلبي للفيروسات والذي يتمثل في إصابة البشر بأمراض قاتلة، بالرغم من وجود آلاف من أنواع الفيروسات المفيدة التي يرجع لها الفضل في الحفاظ على التوازن البيئي على الكرة الأرضية. ووفقاً للعلماء، تقوم فئة من الفيروسات بالتهام البكتيريا، ولولاها لانفجرت الكرة الأرضية من البكتيريا. كما تقوم الفيروسات بمساعدة الجراثيم وإنتاج ما يزيد عن نصف الأكسجين على كوكب الأرض. كما تساعد الفيروسات على الحفاظ على تركيبة بكتيريا الأمعاء في أجسام البشر، كذلك الحيوانات. وأبرز بحث علمي أهمية الفيروسات في تطور المشيمة لدى الثدييات عامة والبشر خاصة، وذلك بعد أن ربطت بين قدرة البشر على إنجاب أطفال أحياء وبين شفرة وراثية تعود للفيروسات. وأكد العلماء أيضاً أنه لولا وجود الفيروسات لكان الحمل لدى البشر أمراً أشبه بالمستحيل. شكراً عائشة الحاج على تقاريرك المميزة. الآن ننتقل إلى مهام.